فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص من سكان المدينة النبوية ونوى الحج هذا العام، لكنه سيذهب بوالدته عند إخوانه في جنوب المملكة وسيحرم من أول ذي الحجة، فهل عليه أن يرجع إلى المدينة أم له أن يحرم من يلملم؟ ما إذا رجع إلى مكة يريد الحج يحرم من الميقات الذي أول ميقات يمر به، يحرم من أول ميقات يمر به، هذا الواجب عليه. فإن شاء يحرم بالحج ويبقى على إحرامه، وإن شاء يحرم بعمرة، إذا وصل إلى مكة يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج، يكون متمتعا، وهذا أفضل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.